اكتشفنا نبض. نرجع لمحاضرتنا. عندي قانون آخر للسي، هذا أظلحه يعني من التركيب نقدر نقول من التسعة، اللي هو الأبسنون في الأي الأريا في الدي. هذا الأبسنون هو خاص بكل عازل، وهذا اعتماده على الدي إلكتريك ماتيريال، على المادة المستخدمة العازلة بين اللوحين. الأريا هو مساحة البليد، والدي هو المسافة بين البليد. زين، مثلا هنا انا قايل لك هي الابسنوت هي البرميتيفيتي. زين، مثلا الفراغ هي قيمتها 8.85 في 10^12، هذا فراغ على متر، يعني فراغ لكل متر. ايضا قانون اخر لها اللي هو كيف احسبها، اللي هي ابسلون على الابسلون نوت. بالنسبة للمتسعة عندي أنواع مختلفة من المتسعة. زين، اللي هو أكثر اللي نوجدها بال يعني مثلا إذا أريد بس أنزل السوق أدور على متسعة، هي الموجودة هي متسعات صغيرة اللي تتراوح بين البيكو فاراد للمايكرو فاراد. بينما ما راح أقدر ألقي متسعة بالفاراد، يعني لأن يكون حجمها كلش كبير. هذه استخداماتها بالباور سيستم، زين، اللي هي بالفاراد. بينما بالأجهزة أكثر شيء اللي تتراوح بين البيكو إلى المايكرو فاراد. زين، هذه الأنواع اللي نشوفها بالأجهزة الكهربائية. زين، وهذا أيضا كذلك نوع آخر، هذا من الفيكس كاباسيتر. فيكس يعني ثابتة. زين، عندنا الفايربل كاباسيتر أيضا هناك نوع آخر اللي هي المتغيرة. هذه هي نوعين، الترمر كاباسيتر والفيرتير كاباسيتر. تقل شلون أوجد التيار في هذه الكيو أو للمتسع عفوا. زين، اللي هو التيار هنا وش يساوي لنا؟ دي كيو على دي تي، أو التيار هو نفسه شو يساوي لنا؟ سي دي في على الدي تي. زين، هذه لازم تعرفوها، هذه وين فقط في المتسعة. إذا أريد فولتية المتسعة شو تساوي لنا؟ تساوي لنا 1 على سي تكامل من إنفينيتي إلى التي. زين، أو هي بالتحديد اللي هو هذا القانون اللي أقدر أستخدمه، هو الأكثر استخدام، هو بي يساوي لنا 1 على سي تي نوت للتي، هذا التيار دي تي. إذا شنو البي عن تايم نوت، هذا شنو التايم نوت؟ هذا يعني شنو؟ هاي اكو توجد في الفولتية مخزونة او مسبقا نسميها متبقية او ريزيجوال موجودة في المتسعة. زين، يعني قبل التشغيل، واضح؟ هاي نسميها تي نوت او البي نوت. زين، كل قيمتها جدا قليلة. يعني instantaneous power شلون احسبها بالكاباسيتر؟ اللي هو شو يساوي؟ نعرف الباور هو شو يساوي لنا؟ يساوي لنا بي في اي، ويساوي لنا سي في دي بي على الدي تي. زين، او هو هذا قوانين، وهذا قوانين هي مطلوبة عندكم جميعها، اللي هو نص هذا الورك او القدرة يساوي لنا نص سي في تربيع. عندي ملاحظات مهمة، الكاباسيتر ان اوبن سيركت عفوا از ان اوبن سيركت تو دي سي، يعني اي دائرة كهربائية بها متسعة واربطها على مصدر دي سي، هاي المتسعة شو تكون؟ تكون اوبن سيركت، واضح؟ يقول لك الفولتية بالمتسعة ما تتغير بسرعة. زين، عندنا مثال يقول لك the voltage across 5 مايكرو فاراد is قيمتها ال VT يساوي لنا 10 كوساين 6000 تي. شو يريد التيار؟ احنا قلنا التيار هو شو يساوي لنا؟ C DV على DT. زين، ال C اعوض قيمتها، هذه هي قيمة ال C. ال V اجي اعوض قيمتها، وهذا ال V. زين،
إذا صار شنو؟ دي هذا مشتق له، أجي فقط أشتق، هذا شلون أشتقه؟ مشتقة الساين شنو كوساين؟ مشتقة الزاوية شنو هي؟ 60، عفوا 6000، فهذه هي، هذا هو مشتقة الزاوية، زين؟ ويطلع لي هذا هو الناتج، هذا هو التيار، هذا قدامكم أمور، زين؟ نفس المطلب. جربوا حلو. إنه example ثاني determine the voltage across near microvolt. ثانا رايت الفولتية ونعطينا شنو نعطينا التيار. وإحنا قلنا الفولتية إيش يساوينا واحد على سي تكامل من الصفر للتي. زين. إذا هنا أنا ما ذكر لي إذا واحد يقول شو بتي نوت استخدمها. إذا ما قال لي أعطاني فد معلومة على التي نوت أو الانيشال شو بس هنا الانيشال قال لك assume the initial voltage is zero. فهو قال لي زيرو، بينما إذا أنا أعطي قيمتين فصير عندي هنا تي نوت، واضح؟ هنا شوف الفولتية صفر، هذه هي صفر، أجي هنا فقط أكامل وحدود التكامل من الصفر للتي، هنا تي تبقى لدلالتها، واضح؟ وأجي أعوض ويطلع لي هذا هو الناتج. هذا هو مور نفس المطلب. إكزامبل الثالث هذا تركو. إكزامبل الثالث تركو والهومور كوانت أيضا تركو. الإكزامبل الرابع. Obtain the energy stored in capacitor and figure under DC condition. يعني عندي هذا. زين. يقول لك طبق إنه أعتبر لأن المصدر اللي هنا هو دي سي، واضح؟ قلنا بدي شو يصير؟ يصير السي هي شنو open circuit، فهذه هي صارت open circuit، هذا السي هنا صارت open، هذا السي هنا صارت open، واضح؟ هو قال له under DC condition we replace، لازم نبدل بريس تبديل each capacitor with an open circuit، لازم نبدلها بان open circuit. وفي الفيجر هذا لقياس التيار through the series components اللي هي 2 كيلو وال 4 كيلو ريزيستنس. التيار هو شي يساوي لنا؟ يساوي لنا 3 على من؟ على 3 زائد 2 زائد 4. ليش؟ لان هاي صار شنو؟ دائرة توالي، واضح؟ دائرة توالي. طبعا انا استخدمنا شنو؟ الكارنت ديفايدر رول او الكارنت ديفيجن. زين، قاومة اللي اريدها على من؟ او عفوا هنا مو دائرة توالي، عفوا هنا هذا التيار الكلي، يعني الكارنت ديفيجن او الكارنت ديفايدر رول ما يشتغل بالدوائر التوالي. زين، هذا التيار الكلي يدخل هنا، هذا وهاي توالي، عفوا هذا وهاي مصير توالي، وهذا وهي هاي توازي. زين، فيستخدم قانون تجزئة التيار، اطلع التيار اللي هنا شو يساوي لي؟ المقاومة اللي اريدها، زين، او عفوا اللي ما اريدها، اللي هو هذا، انا اللي بطلع هذا التيار. زين، المقاومة اللي ما اريدها في التيار الكلي على مجموع المقاومات، طلعت 2 ملي امبير. زين، اطلع الفولتية مالته تصير 2000 او 2 كيلو اقدر اقول في التيار 2، فيطلع 4، 2 في 2 4 هو ملي، اذا الثلاثة صار يروح. زين، كذلك الفولتية الثانية، إذا أحسب الإنرجي لكل وحدة، هو هذا قانون الإنرجي نص سي بي تربيع. زين، هذا بالنسبة للمثال، ما أبي شيء إن شاء الله، هذا بالنسبة عندنا هومورك نفس المطلب إن شاء الله. عندنا سيريز وبارالل كاباسيتر، إذا كانت عندي سيريز وبارالل شلون أحسبهم؟ بالنسبة للسيريز نفس اللي أخذناه من دوائر التوالي، هي شنو؟ التيار المساوي جميعهم. الفولتية مختلفة، الفولتية الكلية، يعني طبعا التيار الكلي هو مساوي
الفولتية الكلية هي مجموع الفولتيات زين الإكوفلنت أو التوتال الكاباسيتانس هي شو يساوي لنا مقلوب زين هذا راح يصير عكس المقاومة واضح؟ يقول لك the covenant capacitance is smaller than الكوفلنت مالتها مالت الدائرة هذه تكون أقل من أقل مقاومة من البارالة of the all capacitance بارالة واضح؟ بينما التوازي ايضا نعرف انه الفولتيات متساوية التيار الكلي يساوي مجموع التيارات هنا يصير الاختلاف على المقاومة يصير بالعكس يصير مجموعهم الكوفلنت ريزيستنس يصير مجموعهم زين وتكون الكوفلنت هي اكبر من الاولى واكبر من الثانية هي فهي الكوفلنت تكون اكبر من اكبر متسعة هنا عندنا امثلة نقول لك find the covenant capacitance see between the terminal IUB هاي اللي كوفلنت بين تيرمال الايوب الفانا عندنا عندنا النهاية هذا وهاي شنو هي هاي توالي زين كلهم توازي ويا من ويا هاي بعدين توازي ويا هاي بعدين توالي ويا هاي هاي ما بيها شي ان شاء الله كلكم متعودين عليها وتعرفونها تقريبا نفس المقاومة بس قلنا التوالي يصير مقلوب التوازي يصير مجموعهم هذا ايضا مثال اخر وهوم وورك هنا رايت فايند فور ذا سيركت اكزامبل السادس ايضا مطلوب فايند فور ذا سيركت ان ذا فيجر فايند ذا فولتج اكروس ايش كاباسيتر رايت الفولتية على كل متسعة زين اني شو عندي عندي الفولتية الكلية زين احسب الفولتية عفوا السي الكوفلنت زين هنا السي الكوفلنت شلون احسب السي كوفلنت هنا ببداية شلون احسبهم هذا هاي التوازي توازي يعني شنو يعني مجموعهم يعني 20 زائد 40 60 زين ويا هاي توازي زين قلنا التوازي يصير عفوا هي هاي توالي لان كلهم توالي راح يصيرن زين التوالي قلنا هو مقلوبهم فهذه هي 60 هذه هي 30 هذه هي 20 60 اللي هي منين جتي؟ هي جتي توالي ال 40 ملي فاراد وال 20 ملي فاراد بعدها احسب التوتال جارج التوتال جارج يساوي لنا قلنا قانون الكيو يساوي لنا السي في البي واضح حسبت التوتال جارج بعدين احسب الفولتية على كل وحدة اللي هي الكيو على السي 1 البي 2 يساوي لنا كيو على السي 2 على السي 1 زين اذا اجي احسب الفولتية الثالثة فهي 30 زين ناقص طبعا طبعا قانون كيرشوف واضح هاي 30 اللي هي الفولتية الكلية اطرح من عندهم الاولى واطرح من عندهم الثانية زين هاي نفس القوانين كلها يعني او نفس المواضيع هي بالمتسع بالمقاومة يعني نفس انتو اخذتوها بالمقاومة يعني انتو اعتبروا انه هذه مقاومة وشلون نحسب الفولتية على كل وحدة زين الاختلاف وين قلنا المتسعة اذا كانت متسعتين توالي يصيرا مقلوبا اذا متسعتين توازي يصيرا مجموعا يعني عكس المقاومة زين بينما اذا كيرشوف واي قوانين راح ناخذها او اي نظريات ان شاء الله راح ناخذها بالاي سي هي نفس الدي سي هذا ايضا هوم وورك مطلوب ننتقل الى الاندكتانس الاندكتنس مثل ما ذكرنا هو شنو مثل ما ذكرنا بالبداية هو البازيف إليمنت زين ديزاين تو ستور جينيرتي يخزن الطاقة ان اتس الكتريكال عفوا ماجنتيك فيل زين الى تطبيقات كثيرة بالالكترونكس اند والباور سيستم ايضا هذا موجود بالباور سيستم تطبيقات الباور سبلاي ترانسفورمر الراديو التلفزيون الرادارز والالكتريكال موتور خل شوي نشرح على الملف امسكها هذا هو السيل زين قلنا يمر به تيار زين يتولف حول شنو مجهر مغناطيسي هذا هو اللي قلناه زين اذا جيت انا نفس هذا السيل ولفيته يعني سويته بهالشكل
وهذا الحالة أيضا راح يمر بيه تيار، راح يمر بيه تيار، إيش راح يولد لنا؟ يولد مجال مغناطيسي حوله. الآن إيش راح يصير؟ يصير مجال مغناطيسي مضاعف بين من؟ بين هذه اللفات. زين؟ فلذلك راح يخزن الطاقة فيه. اللي هو نفس هذا. زين؟ هذا هو اللينف مالت السد اللفات. هذا عدد اللفات وهذا الاريا. طبعا ممكن هذا السلك اخليه داخل قضيب نحاسي او داخل او فارغ هواء يكون. زين يقول لك ان اندكتر كونسيست اوف كويل اف تو كويل كوندكتنج واير. زين اذا الفولتير مالته وش يساوي لنا؟ يساوي لنا ال اللي شنو اللي هو كونستانت اللي هو شيء ايش راح نطلع عليه؟ الاندكتاس اوف اندكتر. زين ال دي اي على الدي تي الوحده مالته هي بالهنري اللي هي نفسها 1 فولت لكل امبير. واضح؟ الاندكتاس هي تعريفها از بروبورتي وير باي هاي طبعا كل لازم هنا سبيس whereby by an inductor opposing to change of the current flowing through it measured by Henry. See هو يعني الانتكتنس هي ايش قد يمر تيار في السلك هي نسبة تغيير التيار في السلك إلى الفولتية. تطبيقات الكوميونيكيشن وبالباور سيستم. بالكوميونيكيشن تكون الوحدات مالته جدا قليلة بالمايكرو هنري، بينما بالباور سيستم لا تكون عالية بالتنس هنري. زين واكو ايضا كذلك ملف ثابت ملف ثابت او اندكتر ثابت فيكس وبايربل. عندنا هنا بالاسفل اشكال للاندكتانس هذا السامبل مالته يعني بالدائرة شلون يجيني الشكل مالته اما يكون بهالشكل بهالشكل او بهالشكل. زين هو نفس الشيء طبعا. زين اذا رجعت اريد احسب التيار مالته التيار مالته هو هذا القانون من جاء احنا ايش قلنا البي جي يساوي لنا دي اي على دي تي ال دي اي على دي تي اذا دي اي شو يساوي لنا؟ يساوي لنا 1 على ال دي دي تي. اجي اكامل هذا لما اكاملهم هالصيغة هالصيغة انه التيار يساوي لنا 1 على ال تكامل من التي نوت وعرفنا شنو التي نوت التي في هذه التيار التي نوت الباور اللي هو الفولتية في التيار الانرجي نص اير اي تربيه. زين عندنا ملاحظتين انه الاندكتنس اكت يعني نقدر نقول يشتغل شورت سيركت تو دي سي يعني اذا اي دائره بها اندكتنس وكان بها مصدر دي سي فهذا راح يصير شورت سيركت. اذا هاي نحفظها المتسعه بالدي سي هي اوبن سيركت والاندكتنس بالدي سي هو اندكتر عفوا بالدي سي هو شورت سيركت. وطبعا مثل ايضا الفولتيه ذا كرنت ثرو اندكتر كان نوت تشينج ان السنتينيوس يعني ما يتغير فجأة. عندنا هنا امثله فايند ذا اكزامبل السابع فايند مطلوب فايند ذا كرنت ثرو 5 هنري ونعطينا الفولتيه. فمثل ما ذكرنا التيار هو شي يساوي لنا 1 على اي تكامل من التي نوت للتي. اذا انا اكامل هذا موجود حدود التكامل واطلع التيار بعد شوي find the energy store ونعطيه التايم. زين وقلنا الانرجي ستور هو هذا قانونها واضح. طبعا هو حالنا بطريقتين نفس الشيء نفس الناتج راح يطلع.
على الهومورك نفس المطلب. زين هنا هنا مثال يقول لك consider عفوا circuit in figure A under بالبداية ايش رأيي؟ رأيي الأندر دي سي كونديشن، يعني يقول لك اعتبر هذه الدائرة هي مصدر دي سي بها. زين قلنا أي ملف يكون شورت سيركت، شورت سيركت يعني شنو؟ يعني سلك، يعني هذا هو شورت سيركت. المتزع شنو؟ أوبن سيركت. فالدائرة شو تصير؟ هذه المقاومة شنو تروح؟ فشو تصير؟ تصير هذه وهذه توالي، واحد والخمسة هي توالي، واضح؟ إذا أوجد التيار، التيار شو يساوي لنا؟ الفولتية الكلية على المقاومة الكلية، المقاومة الكلية شنو هي؟ هي توالي، دائرة التوالي صارت اللي هي الواحد زائد الخمسة، زين؟ 12 على 6 2 اوجد احسب فولتية السي. هذا المطلب الثاني، رايت الدي والبي سي والبي ال. زين اندر ايضا نفس الشيء دي سي كونديشن، فاضرب التيار قد طلعناه طيارنا 2 2 في 5 10. زين احسب الانرجي مالتهم. زين طبعا انا التيار الاي هو نفس التيار الكلي، سيلين تيار دائرة توالي هي. احسب الانرجي ستور ليش يساوي لنا نص سي بي تربيع، لان ما بالال هو شنو؟ نص ال اي تربيع، واضح؟ هذا ايضا مثال. اذا كان عندي سيريز والبارالل اندكتانس تقريبا نفس الشيء، نفس المقاومه. زين بالسيريز تيار هو مساوي الفولتية مجموعهم، الإير هيكون مجموع منها نفس المقاومة بالضبط. زين التوازي أيضا نفس الشيء. زين الفولتية مساوية التيار مجموعهم، هنا المقاومة عفوا الكوفلنت اندكتر يصير مقلوبهم، واضح؟ وهذه الأمثلة نفس الشيء بالنسبة لل يعني للمقاومة، اعتبروا انه هذا عندي مقاومة واجي احسب الاندكتانس مالتها، واضح؟ هذا الامثلة مطلوبة من عندكم. هذا ان شاء الله انتهت محاضرتنا لهذا اليوم، اي سؤال عندكم اتركوه في التعليقات، وشكرا.